إذن فقط لهنا حبيبتي الأعزاء، أعزائي الكرام، فقط حبيت قبل ما نبدأ الفيديو تاعي، الطبق تاعي الشهير، حبيت فقط نوصل واحد الإهداء، يعني حبيت نوصل واحد الصديقة حبيبة، أختي في الله، بيرل نوار. هذه صديقة في الفيسبوك، في صفحة الفيسبوك، يعني نحييها من هذا المنبر، نقول لك لايما تحييك حبيبتي بيرل نوار، ونتمني لك يعني مسيرة موفقة في الحلويات تاعك، في المحتوى تاعك والمملحات والحلويات. ربي يوفقك حبيبتي وينجحك حبيبتي. لهنا فقط عندي إهداء، لازم نوصل هذه الرسالة، نبلغ هذه الرسالة لحبيبتي الوفية بيرل نوار، والأولاد تاعها، يعني الأسماء تاعهم براء وخديجة، ربي يحفظهم، أسماء رائعة جدا، يعني عاشت الأسامي، الله أكبر، ربي يحفظهم لك، وإن شاء الله يعني يترباو في عزك ويحفظهم إن شاء الله، ودرية صالحة إن شاء الله، ولكل عائلة تاعك حبيبتي بيرل نوار. وتاني فقط عندها صفحة في الفيسبوك، من فضلكم زوروها بيرل نوار، تخدم المملحات والحلويات. اوكي، شكرا حبيبتي. اذا اياو روحوا نشوفوا الطبق اليوم الشهير تاعنا. ارواح معايا لايما، معكم من الجزائر بجايه، ارواحوا. اوكي، بلا ما ننسى تاني الاخت الكريمه الوفيه الحبيبه تاعي، الاخت كويزين مريم، مطبخ ام مريم، كويزين ام مريم، نحييها، نقولها سلام حبيبتي، وقناتها تاني رائعه جدا، من فضلكم زوروها، كويزين ام مريم، مطبخ ام مريم، من فضلكم، والدعم والاشتراك تاني في قناتها، من فضلكم، شكرا دائما هنا، يلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم ليما في قناة حلويات مطبخ ليما. اليوم حضرت لكم واحد الكسكس، يعني واحد الكسكس، كسكس يعني هايل بإذن الله إن شاء الله، بالدجاج فقط، يعني تبعوا الخطوات. هذا الكسكس يعني كما يقولوا الطبق يعني الرئيسي، الطبق يعني المفضل في هنا في الجزائر، في أوروبا، في الدول العربية، مع لاصوص تاعو الخطره، الله بلاغيكو لا كورجيت كامل، ولا هذيك اللوبيا اللي درتها، اللوبيا تاع القبايل، يعني جات توب هايله. اذا ابوني فقط حلويات واطباق ليمن، وشكرا والدعم والاشتراك، شكرا، الى اللقاء. اذا الحاجه الاولى اللي درتها، حبيت فقط نوري لكم هذه النوعيه تاع داريكو مليحه، شريتها الصباح في السوق، يعني مليحه، شوفوا كيفاش راهي هايله، يعني متى بكم تختاروا نوعيه جيده الكسكس تاعكم. اوكي، واش نديرها انا، قشرتها، دوك نغسلها ونروح نغليها شويه برك تاع الملح، ونعاود نرجع لكم. اوكي، شوفوا هنا حبيباتي، جبت هذه لوبيا، الفاصوليا هذه تاع القبايل، هذه اللي عندها الابيض الاسود، يعني مليحه بالكسكس، يعني ننصحكم يعني ديروها. ودرت معاها العدس هنا في هذا اليوم لهذا الكسكس. انا واش ندير هذه لوبيا تاع القبايل والعدس، ونديرهم في الماء، نغليهم هكذاك دقائق هكذاك، ونعاود نرجع لكم. اوكي، اذا هنا درت القدره تاعي، دوقا ندير الماء، درت الماء، نخليها يغلي، نخليها تغلي، ودوقا نروح نمارينيو البولي تاعنا مع الخضر تاعنا، اروحوا معايا نشوفوا. شوفوا هنا حبيباتي، قطعت البصل هكذا، لازم نقطعه هكذا صغير، يعني الكسكس لازم تقطعه هكذا صغير، شوفوا كيفاش قطعته، فوالا. واش نزيد الدجاج تاعي، الدجاج لهنا، شوفوا انا يعني عائله نومبروز، انت ديري على حسب الحاجه، على حسب يعني لا كونتيتي تاع الدار، لا فامي تاع الدار. اذا ندير الدجاج تاعي، اذا هنا حطيت الدجاج، دوك نحط الكاس، شوفوا الزيت لهنا ما نديروش كامل، نديت على حسب لاكونتي، على حسب يعني الحاجه هكذا، نخلي شويه ماشي بزاف، حوالي 4 ملاعق من الزيت هكذاك. دوك حبيباتي واش ندير لي زيبيس تاعي، كما قلت لكم عندي فلفل اسود، عندي القرفه بيان سور، الكسكس يحب القرفه، الملح و راس الحانوت. اذا نديرو كامل هكذا في الدجاج تاعنا، بسم الله. هذا الكسكس نديروه هنا، يعني نمارينيوه هكذاك،
هكذا دوك نخلطو كامله سي بوصلا درتو هكذا قلت اذا دوقا نجيب نجيب البصل تاعي كامل هكذا يعني هذا الكسكس الاصيل تاعنا هكذا هكذا اذا لهنا عندي جوج حبات تاع طماطم شوفوا تكون كبيره حمراء اذا انا واش قطعتها صغير كوبيتها نديرها نزيد لها هكذا في الكسكس تاعي هكذا جيبي ماريني الكسكس تاعي جو دير البولي تاعي مع لي سيبيسي درناهم كامل وبصل كامل لقوش عندي لهنا عندي حوالي جوج ملاعق من لاصوص طماط من يعني الطماطم المسطره اذا نديرها بسم الله نضيفها كامل حبيها اذا دوق واش نديرو هذه العمليه مهمه جدا واش ندير باليدين باليدين اذا نخلط كامل ندخل كامل واش درنا كامل في الجرس تاعنا هكذا باش نمارينيه وشوفوا العمليه هذه كيفاش هكذا باش يكون واحد الكسكس هايل هايل بالطبع كاين اللي يديروه اون ديريكت هكذاك بصح انا نحب الماريني باش يعني يعطي لكم واحد الذوق ما نقولكمش لهنا واش نزيد حوالي جوج ملاعق كبار من ملاعق كبار من الفلفل الاحمر بيان سور باش تخدمنا صوص حمراء الله الله بالطبع اذا نديرو كامل خميره ونخلط نخلط كامل الجرج تاعي ندخلهم هكذا انا درت كونتيتي كبيره للعائله نتوما بيان سور تقدروا تنقصوا يعني المقادير تقدروا ديروا اون كويس تقدروا على حسب الموجود في الدار بيان سور كل واحد والموجود تاعو في الدار شوفوا كيفاش ندخلو كامل هكذا في الدجاج تاعي انا ونخليه هكذاك دقائق باش يعني نخليه ماريني باش يدخلو كامل لي زيبيس والبصل ودرنا ودرناهم كامل في الدجاج تاعنا لي بويس تاعنا اذا انا نكمل هكذا ندخلو ونرجع لكم باش ما نبوش عليكم لا فيديو اوكي اذا حبيباتي لهنا الماء راهو غليته خلاص راهو يغلي دوك واش ندير خلاص خليته هكذا كان واحد 20 مينوت هكذا تري بيان ندخل لي كامل يعني المكونات اللي درناهم في البولي تاعي هكذاك باش يجيكم واحد الكسكس طوب طوب اذا دوك نديرو ندخلو كامل في القدره تاعي بسم الله هكذا اذا حبيباتي شريت هذا الكسكس عمور مليح متوسط شريو فقط الموايا راهي باش تجيكم الكسكس هايل ما تشوش لو فام ما تشوش هذا الخشين انا دائما ندير هذا الموايا المتوسط اوكي اذا دلوق شوفوا درت السميد تاعي فوالا درت كيلو ودرت شويه تاع الزيت ندير شويه فقط تاع حوالي ملعقه اذا دلوق ندخلو كامل نخلطو كامل هكذا بيدي ندخلو كامل هكذا الكسكس طبق الشهير تاعنا يعني الكسكس هذا طبق الحق يعني حتى الولايات الاوروبيه ما شاء الله اذا ندخلو كامل هكذا ونبدا يعني نقطلو في الماء شويه شويه برك اذا نجيب الماء تاعي اذا نبدا اذا نبدا نقطر في الكسكس تاعي هكذا نقطرو هكذا بيان سور شوفوا كيفاش انا ندير الكسكس تاعي ها كل واحد كيفاش واحد يقطر له ويخليه حتى يعني يمتص هذاك الماء الكسكس الماء الكسكس هذاك بصح انا ندير هكذا كونت كونتيتي ونخليه نزيد له ونزيد بسم الله بعد نقول لكم شحال حوالي نقول لكم شحال ادات لي هذا الكسكس اذا دوكا باش ندير نخلطو كامل هكذا ندخلو كامل هكذا تري بيان ومعدل لكم هذاك الكسكس تاع اليد بوركوا با دوك رانا ندير الكسكس تاع الجاهز هكذا اذا نخليه هكذا الاصابع فقط ما تعجنوش بيان سور هذا كسكس ماشي عجينه اذا هكذا فقط نخليه هكذا كيمطس شويه ونرجع لكم اوكي اذا هنا بعد ما غلات لي تري بيان الفاصوليا تاعي مع العدس غلات لي دلوق واش ندير
نضيفها للقدره تاعي. اذا نضيفها باش هكذاك طيب مع البولي تاعنا واللاصوص تاعنا، يعني تجي ما شاء الله. فوالا، اذا لهنا شوفوا كيفاش شرب لي ما شاء الله، خليوه شوفوا كيفاش يجي مرمل. لازم تفتحيه هكذا بلي كد بيان سور. الكسكس بعلم باب نقول لكم كاين اللي عرفوه كاين اللي ما عرفوش بيان سور هكذا. اذا بعد ما شوفوا كيفاش هاني خليته، ها جا هايل بسم الله ما شاء الله. شوفوا هذا الكريات هذه لازم تفتحوهم، شوفوا هكذا لازم تفتحوهم هكذا. اذا الوقت تجيب الكسكس تاعي نفوروه بيان سور. القدره راهي تسخن، راهي تغلي ماشي تسخن. شوفوا بسم الله نجيب الكسكس تاعي. فوالا، نبدا ندير داخل بسم الله. فوالا اذا نكمل نديرهم. ندير انا درت باكي كيلو، وكل واحد كيفاش يدير لا كونتيتي على حسب افراد العائله. اذا دلوق نحطها فوق القدره تغلي لي تفور لي باردون تفور لي ونرجع لكم. اوكي حبيباتي شوفوا الكسكس هنا كيفاش راهو بدا يفور لي تري تري بيان. فوالا شفتوا لا فابور البخار، خليوه هكذا يفور. فوالا ما تنسونيش فقط في اللايك ابوني وحلويات واطباق دائما. دلوق نعاود نرجع لكم. اوكي انا هديكم هاد لا بلونت، شوفوا كيفاش شابه هاد لا بلونت ما شاء الله. اذا حبيباتي دلوقا نحيت الكسكس، دلوقا واش نديرلو؟ نديرلو شوفوا الكميه تاع الملح هكذا. اذا حبيباتي لهنا شوفوا كيفاش نرش الماء، شوفوا كامل هكذا الماء حتى فوق الملحه، فوق الملح والكسكس تاعنا. حتى نقول لكم شحال لا كونتيتي، ها زيت هكذا. وين زيت؟ بسم الله ما تخافوش، يعني ما تخافوش تقولوا الكسكس بلاك يجيكم معجن، لا لا دوك يتقطر ويولي مفتت باذن الله تعالى هكذا. سي بون هكذا الكونتيتي نكتفي حبيباتي هنا. بعد ما فور لي واش نديرو؟ بعد ما يعني فورت ودرت له الماء والملح خليته تقطر لي، اذا نبقى نفتحوه هكذا كامل هكذا. نديرو هاد العمليه بيان سور هكذا. ايام الشتاء لازم واحد يدور حاجه، يدير حاجه سخونه. الكسكس ما نقدروش نصغرو مع الكسكس ابدا. اذا نبقى ندير له شويه تاع الزيت بيان سور، حوالي ملعقتين كبيرتين من الزيت هكذا. نضيف له الزيت الزيت لهنا الغول تاعو واش هو؟ باش يعني يجي على حبه، باش يعني ما يجينش معجن. باش نحركو هكذا شوف يجي على حبه، شوف ها الغول تاع الزيت. اذا انا ندخل الزيت كامل في الكسكس تاعي هكذا خبيها هكذا. ودوقا نعاود نفور لو بوغ لا دوزيام فوا. اوكي اذا نتلاقاو من بعد. اوكي اذا هنا عندي لاكوغاج تاعي خلاص، راهي فورتي تري بيان. دوق نديرها نزيد لها لاصوص باش تزيد طيب مع لاصوص. وعندي لاكوغاج، لاكوغاج لهنا ديروها في اخر يعني في اخر يعني نديروها من الاخر باش يعني ما تديرش باش ما تبلش تقعد هكذاك لا كورجيت هكذاك شابه في الكسكس تاعنا. اذا نديرهم في لاصوص ونرجع لكم. شوفوا لهنا بيان سور درنا لا كورجيت، شوفوا لاصوص الله الله حمراء نقدر لا كورجيت بيان سور نديروها من الاخر باش ما تتبلش. كثير يديروها في الاول من بعد تتبل بيان سور. هذاك ماشي كسكس بيان سور، كما يقولوا كما يقولوا شبح القدره شبح الكسكس كي يعني كي تكون خضره فوق يعني الكسكس بيان سور. اذا نخليه نغطيه ونعاود نرجع لكم. اوكي اذا حبيباتي لهنا خلاص فور لي بوغ لا بروميير فوا. شوفوا كيفاش جا هيا، شوفوا كيفاش درنا له الماء وجا على حبه، ها جا على مفرق يعني
فقط تبعوا الخطوات. إذن بسم الله نعاود ندير الفور لوغ لا دوزيام فوا. إذن ونرجع لكم كيف فورلي نرجع لكم. اوكي شوفوا الكسكس تاعي كيفاش يعني راهو فورلي تري بيان. خليه وحده يفور لكم تري بيان لا فابور تطلع. اوكي دلوقا بعد ما فورلي واش نديرو دلوقا نديرو في بسم الله نديرو في الجفنه تاعي هكذا صافي فقط لان راني نصور مانطو لا نديرو كامل لافاب. اذا دلوق درتو في الجبنه تاعي. اذا نجيب هذا يعني الشباك هذا يعني ساعدكم مليح نحلوه سخون يعني مازال سخونه نحلوه فقط هكذا يعني دلوق نستعمل اليد دلوق نستعمل يدي انا نحب نستعمل يدي ما كاش كيما خدمه تاع اليد هكذا نحلو كامل باليد. اذا نستعمل يدي هكذا سخون معني معني هكذا باش نحلوها كامل هكذا نقلبو كامل بمناسبة نحيي جميع البلدان اللي دخلوا معايا الجدد أوروبا فرنسا الولايات العربية مصر سوريا العراق يعني فلسطين في كل ولايات من يعني ما نقدرش نقول يعني نذكرهم كامل ما نقدرش ننسى اي بلد يعني نحييكم هنا من بجايه من الجزائر يدخلوا معايا جدد في اسبانيا في اوروبا في ايطاليا يعني في جميع الدول نحييكم واحد واحد اسم اسم هكذاك باش ما تصعبوش عليا. اذا انا حليته هكذا دلوق ندهنوا ونرجع لكم. اذا هنا عندي مدينه هذه مدينه شوفوا تاع سبيسيال تاع الكسكس انا نحب نستعمل هذه لا مارك مدينه ولا ما عندكش مدينه ديري الزبده معليش لكن انا نفضل المدينه يعطي واحد المذاق روعه في الكسكس تاعكم يعني من برا تقدروا تشموها. اذا انا ندير هكذا حوالي ملعقه نحلو بسم الله. اذا هكذا نزيد له هكذا صافي سوفي لاني عندي كونتيتي كبيره انايا تقدري على حسب يعني الكونتيتي. اذا وهكذا هو سخون لازم نذوبو كامل ندخلو كامل هكذا باش يعني يبان لي السم تاعي لقيت يتباله ما تخافوش. اذا نلق لهنا واش نديرو نلق نديبو كامل سما الكسكس تاعنا مع السمن خليو فقط لازم نديرو هذه العمليه هكذا نفتحو كامل مع ريحة تاع السمن ما نقولكمش هايل هايل. اذا نذوبوه كامل هكذا شوفوا السمن تاعنا ذوب نديرو هاد العملية. اذا كان تشاركنا في الصحيات ومن بعد وين تنسدو كامل دوقا. اذا دوقا نديرو هكذا نحلو كامل دهنو شوفوا كيفاش جا عبالكم جا فتت جا على حبه شوفوا كيفاش يعني تكون عبالكم بلي يعني الكسكس تاعكم راه نجح. رفدوه هكذا ونديروا هذه العمليه وتشوفوه مزربح مفت يعني مرمل بسم الله ما شاء الله فقط اختاروا فقط الجوده العاليه فقط. اذا انا نخليه ونتلاقاو في طبق التقديم. اوكي